حييكم مشاهدينا وين ما كنتوا عم بتابعوا الحل عنا. اليوم هو اليوم العالمي للغذاء، وشعار السنة 2012 هو تسليط الضوء على موضوع التعاونيات الزراعية يلي هي ركيزة يوم الأغذية العالمي. اختيار هالشعار السنة كان على التعاونيات الزراعية تغذي العالم، وبتهدف لإبراز الدور يلي بتنهض فيه التعاونيات بمجال تحسين الأمن الغذائي والمساهمة في استئصال الجوع، وبينعكس كمان الاهتمام بالتعاونيات والمنظمات الريفية كذلك في القرار اللي اتخذته الجمعية العمومية للأمم المتحدة بتسمية عام 2012 السنة الدولية للتعاونيات. مثل ما بنعرف بلبنان نحن عندنا كثير تعاونيات زراعيه وغير زراعيه، ولكن مفهوم التعاونيه هو الاساس دائما نحافظ عليه. مفهوم التعاونيه اللي جاي من التعاون، يعني يا ريت بتشجع اكثر، يا ريت بيكون له حافز اكبر خصوصا بمجتمعاتنا، لانه بالفعل عندنا كثير ناس ما قادره تاكل. ما تفكروا انه في كثير عالم قادره تامن معيشتها، خبزها اليومي مش قادره تامنه، وهون بدنا نفكر بهالسله الغذائيه الاساسيه لكل عائله تقدر تحصل عليها وتنمى اطفالها. حبيت بهاليوم بعد هالمعلومه هيدي اني ضوي على قانون مثل ما بحب يسميه سعاده النائب عاطف مجلاني، قانون الوزير الشهيد باسل فريحان، اللي هو قانون سلامه الغذاء. لما بيكون عندنا غذاء وسليم شو بدها الناس أكثر من هيك وبمتناولها كامل. اليوم هذا القانون حكى عنه من فترة طويلة، انطرح على أيام الشهيد باسل فليحان، واليوم سعادة النائب عاطف مجلاني رجع أحيي معنا مباشرة على الخط. يعطيك العافية. مرسي، الله يعافيكي. يعني أنا حبيت سمي هالقانون مثل ما حضرتك حابب كمان دايما تسميه، لأنه بوقتها معالي الوزير الشهيد يعني لمس لما كان وزير اقتصاد آنذاك قدي لبنان كان بحاجة لقانون لسلامة الغذاء. فاليوم رجعت أحييت الطلب، يمكن يا ريت توضعنا سعادة النائب بهذا الموضوع وبأهميته. نعم. خصوصا أنه اليوم العالم كله يحتفل بيوم الغذاء العالمي. نعم، بدي أشكرك سيدنا حتى عم تفتحي لي المجال انه احكي بهذا الموضوع، خاصه وانه يعني نحن نعتبر انه سلامه الغذاء او الغذاء السليم هو حق للمواطن، مثل ما حقه بالصحه ومثل ما حقه بحياه كريمه بامان وباطمئنان. اليوم المواطن اللبناني يعيش حاله قلق، وهذا القلق بيتزايد او بيتراجع شوي بحسب ما بيصير في اكتشاف لمواد فاسده او لمواد منتهيه الصلاحيه، و او حالات التسمم اللي عم بنشوفها امراض من وقت لوقت، ان كان بالمطاعم او حتى بالمنازل. هذا القلق المبرر للمواطن اللبناني لا يمكن انه نحن نستمر هيك ومغمضين عينينا عنه. نحن واجباتنا هذا القلق نشله اياه، واجباتنا نحن كمسؤولين وكدوله تامن غذاء سليم. انا اللي لاحظت انه هناك تشريعات عديده ولكن تشريعات صار لفتره وهي بحاجه ل يعني اعاده تاهيل. من ناحية ثانية بنشوف انه في صلاحيات بوزارات وبإدارات، ولكن مع الأسف الشديد هذه الصلاحيات اما عم تتضارب مع بعضها واما ما عم بيصير في تنسيق، فبالنتيجة ما في اي نتيجة إيجابية على الغذاء وعلى تأمين هذا الغذاء السليم للمواطن. وهيدا يلي مأخر يمكن هذا القانون كان، ما هيك انه صحيح تشعب الصلاحيات وكل وزارة بدها صلاحيات تكون لها. مع الأسف الشديد نعم، بعض الوزارات بيعتبروا أنه هذه الصلاحيات هي لهم كوسيلة للتحكم بالمواطن. نحن بالنسبة لنا الصلاحيات هي وسيلة لتأمين صحة المواطن، هي لحماية المواطن. لذلك هذه النظرة بتختلف من هذا الموضوع. لذلك وبنتيجة تطور العلوم وتطور الحياة وتطور الصناعات الغذائية والزراعة وكل هذه الأمور، أصبح لابد من إيجاد الشكل الأفضل لتأمين غذاء سليم، وهذا الشكل الأفضل بأمنه هذا القانون يلي بحتم إنشاء
لجنة من الوزارات المعنية بتحط السياسة العامة لغذاء سليم من جهة، ومن جهة تانية هذا القانون ينشئ الهيئة الوطنية لسلامة الغذاء يلي بتكون من مسؤولياتها تأمين غذاء سليم، تنفيذ السياسة الموضوعة من جهة، ومن جهة أخرى بدها تأمن على سلسلة المسؤوليات في موضوع الغذاء، لأنه هذه السلسلة إذا بتنقطع بمحل ساعتها بيوقع المشكل وساعتها بيوقع الخطر. دكتور المهم ما يختلفوا ويترأس اللجنة، هلا عارفين مين الوزارات المعنية، الاقتصاد، السياحة، الزراعة، ولكن ما يختلفوا نعم. على والصحة، ما يختلفوا ويترأس اللجنة بلكي مداورة يمكن أو شيء، شو رأيك؟ يعني أنا بعتقد إنه أنا هذه آخر همي وحقيقة مش مفكر في الموضوع، بس معك حق أكيد رح يصير في خلاف على التعيينات. نحن شايفين أصلا التعيينات والخلاف على التعيينات كيف شالل الإدارة كليا من جهة، ومن جهة تانية يعني على كل حال هذه الحكومة مع الأسف الشديد حكومة الشلل، حكومة الفشل، حكومة اللا قرار، صارت واضحة وكل الناس يعني شايفة هذا الموضوع وعم بتعاني من هذا الشلل اللي وقع فيه هذه الحكومة. دكتور لنرجع لموضوعنا، وين صارت يعني اليوم هالهيئة اليوم، يعني شو اليوم عم يندرس، شو بنقدر نوعد المواطن اللبناني؟ لكن أنا قدمت باقتراح قانون باسل فليحان بعد ما الحكومة سحبت المشروع من المجلس النيابي من 7-8 أشهر، وعلى أساس بعد شهر بدها ترد لنا إياه. لحد هلا بعد ما شفنا شيء من الحكومة، بنسمع بنفرح بنطلع بنشوف شيء بحزن. المهم أنا قدمت بهذا الاقتراح من 10 أيام، ومشكور الرئيس نبيه بري عندما وصل له هذا الاقتراح حوله مباشرة إلى اللجان المشتركة للإسراع بإقراره مش للتسرع. وأنا بدي أتشكر دولة الرئيس على هذا الموقف تجاه هذا القانون، وأنا بعرف أنه الرئيس نبيه بري واعي لخطورة وضع الأغذية في لبنان، ومن ثم للضرورة القصوى أنه هذا القانون يقر بأسرع وقت ممكن حتى هذه الهيئة تكون موجودة وتقدر تساهم مساهمة مباشرة بموضوع تأمين سلامة الغذاء عبر سلسلة المسؤوليات من المصنع أو من المزرعة للتحويل، للتطيب، للتعليب، للتغليب، يعني كل المراحل، للتخزين، للتحضير، للعرض، للبيع. يعني الخسة من الأرض، شو شربت مي، شو حط لها مواد كيميائية، كيف حافظ عليها للبيت أو للمصنع أو للمطعم. أنا بدي أشكرك سعادة النائب عاطف مجلين، وبدي أتمنى ما يكون هذا المشروع في مقبرة المشاريع. يعني أنا كمان بشكر رئيس بري إذا بيسرع فيه، لأنه نحن اليوم قبل بكرة بحاجة لهيك قوانين تتطبق كمان، يعني هيدا الأساس أنه تتطبق، لأنه كفاءة المواطن اللبناني كل فترة بنعمل همروجة وكأنه الدنيا بألف خير وبنرجع بنشوف شغلة تاني. لا، هيدي استمرارية يومية ولازم تكون جدية. شكرا لك. شكراً لك وشكراً للMTV. شكراً. على كل حال يعني أنا هون بتمنى على كل مؤسسة تعنى بموضوع سلامة الغذاء أو السلامة العامة أو أي سلامة تنطر أي قانون، بالنتيجة هناك قوانين، هناك قرارات حالياً يعني موجودة، خلينا نطبقها ونحن بألف خير، ونحن بألف خير. منتابع نتلقى اتصالاتكم مشاهدينا على 04-444-444. ألو؟ ألو؟ أهلا مدام. بونجور مدام. بونجور بونجور. كيفك؟ نشكر الله. ايه انا من زمان حكيتك بقصة الزودة للقطاع العام. نعم. البلديات. نعم. زي الزودة لكل العالم وكلن قبضوا وقفنا عن البلديات، بيقولوا لنا عم نسأل عنها، ومش لوحدك سألتيني وكتار التقيت فيهم كمان وسألوني، رح نعطي جواب إن شاء الله. أهلا وسهلا فيك. يعني السؤال ليش اليوم موظفي البلديات ما طلعت لهم الزودة؟ هذا هو السؤال. أهلا وسهلا. اتصال آخر. ألو. أهلا. بونجور. بونجور، يعطيك العافية مدام. هلا. موضوعين بس على السريع رح أقول لك. يلا. أولا، منع التدخين بالطبيعات. نعم. يلي هو اتطبق بأوروبا بعد 10 سنين من منع قرار منع التدخين. نعم. يعني أصغر باب عنده 10 عيال عم تعيش من وراء. نعم. يلي فايت بكريديات، يلي فوتوا العالم بالحيطان. نعم. هيدا شيء ما بعرف كيف حتكون. يعني كنت بتفضل إنه تطلع تدريجيا تطبيق القانون؟ مظبوط 100%.
أنا ما منع التدخين، ما منع التدخين للآخر. نعم. بس مش بهالطريقة اللي صار فيها خراب بيوت على العالم. نعم. أصغر باب بيعيش منه 10 عيال مش 10 أشخاص. والشغلة الثانية؟ الشغلة الثانية جسر نهر الموت. يعني الـ MTV قامت حملتها من الأول للآخر. يعني هي عيب الشوم لما بيقول لك المهندس تبعه إنه منه بنص الطريق. هيدا بيعتبر يعني كانت أبسط للعالم. الأمور ما بدها شيء، يعني مش مهندس ونحن منا منهم يعني لندعي ذلك، أقله يطولوا شوي يعني يعطيه مسافة، تبلش الناس على مسافة معينة تاخد احتياطاتها. يعني هلأ في ناس تعودت، بس في عالم كتير هيدي طريق دولية بالنتيجة. ما عندك كل الحق، تعودوا كل يوم عم نقلق ساعة ونص هنيك. نعم. يعني عم نقلق من دبي لنوصل لنهر الموت، لنعرف كيف بدنا نطلع نحن، نروح يمين ولا شمال. الله يساعدنا. على كل حال اهلا وسهلا فيك. وانا هون بدي الفت شغلي على الفيسبوك، الحال عنا احدهم عم بيقول لي انه تحول نهر الموت الى مكب ردميات، يا ريت بحدد لي وين، يعني يا بيبعث لي صوره يا بحدد لي وين على الفيسبوك الحال عنا حتى نحن نتابعه، بما انه المسيح حكي كمان عن نهر الموت. شكرا لك. على كل حال اتصال اخر. الو. الو، تفضل. مرحبا. مرحبا. في عندي مشكلة أنا بالضيعة هون بتبع البترون. نعم، شو اسم الضيعة؟ أرض 7000 متر. نعم، شو اسم الضيعة؟ دربلة. نعم، دربلة. نعم. الدولة عاملة تخطيط 2001 وأنا ما معي خبر. إيه؟ أوكي. تخطيط 3900 متر من الشقفة. أوف. وهيدي شقفة ما عندي غيرها، يعني أنا أخذها للأولاد. نعم. ما خليت حدا، انت دقيت بي وما حدا عم بيعمل لي شيء. انه وقت اللي استملكتها الدوله ما اتصلوا فيك، ما اعطوك تعويض، ما حدا قال لك شيء؟ لانه 3900 متر يعني مش متر ومترين، يعني واحد متر ومترين شيء بحق الشفعه شيء لازم بيمشي الحال. بس 3900 متر شقينها بالنص، اخذين منها بنص منها. اخذي تيعملوا مشروع شو؟ تيوسعوا الطريق، وهي الطريق هلا 12 متر. كيف شو بعد؟ رجعت اعترضت، شو عملت؟ عم بجرب. انا جيت بدي اعمل رخصه تعمر فيها. نعم، اكتشفت الموضوع، حطيت على الخريطه. نعم. بلشوا شيء بالشغل ولا لا؟ عمرت انا، بس لا فيني افرز ولا فيني اعمل شيء لانه في تخطيط هلا. نعم، هلا واقع بمشكله انا بضيط الفرز. نعم، بكل الحالات عطوك رخصه تعمر، يعني مفروض كل الامور تتسهل، لانه انت ما جيت عمرت بدون رخصه كمان، ما هيك؟ لا انا عمرت، بس المشكله هلا الواقع فيها انا، في عندي انا بدي افتح الطريق من تحت تفوت على الطابق التحتاني. نعم، ما بقاش فيه لانه في تخطيط. ليك ما بعرف نحن شو بتحب نساعدك، يعني اكثر شيء عليك انك تعترض او اقله تاخذ حقك وتشوف بلكي بتتحول طريق ما دام بارضك، بلكي هيك بيصير في مثل تفاهم بيصير بينك وبينهم، ليش لا؟ خصوصا انك عمرت اليوم، يعني مش انه ما عمرت. إيه. نحن اذا بنقدر نساعد بنرجع نتواصل معك، واهلا وسهلا فيك. فاصل ومنتابع الحل عنا. منتابع الحل عنا دائما عبر الام تي في، بتلاقي اتصالاتكم على 0444444. الو. الو. اهلا، بونجور. بونجور. بونجور، كيفك سترة بكا؟ نشكر الله. بدي بس عندي شكوى، انا من عكار، في عنا طلبين بوزارة الطاقة مقدمين مشان صب انية ري عند نهر الاسطوان، اول رقم 214. نعم. على واو. نعم. تاريخ 17/2/2003. اوكي. هذا ببلش من السويسي بيت الحج كوشه، وهذا تقريبا سويفي سويفي السويسي بيت الحج كوشه. بيت الحج كوشه. كوشه، اوكي. هذا نعمل على دراسي، واجا مسيح مسحه. نعم. الرقم الثاني 215 على نفس السكر، يعني نعم، انيه المي هذه، تاريخ 17/2/2003 بخريبه الجندي الانبر الكويخات. هذا السكر بيغذي اكثر من 100 هكتار ارض، وهدول يعني تصوري انه تقريبا حيصروا 10 سنين، والارض بعدها مسلخه، يعني اللي كان فيها اشجار تسلخت يبسط وصارت. شو كانت الحجه يومتها مش قادرين يعملوه؟ يعني 2003 لليوم يعني كان لازم يكون ما في ميزانيه، ما في موازنه عند الدوله. ما في موازنه هيك. يا لطيف. نحن رح نتابعهم بوزاره الطاقه ونشوف شو وضعهم، واكيد بنحكي معكم.
مين عم بيراجع معكم النواب؟ حكيتوهم؟ حكيتوا حدا؟ رجعتوا انتوا اتصلتوا تبعتوا يما؟ للاسف في بعض النواب حكيت وما طلع مني شيء، هذه وحده. وبعدين عندي شكوى كمان على النهر هذا بالذات اللي هو اسمه نهر الاسطوين. نهر الاسطوين اكثر من سبع، نعم اكثر من 7-8 قرى كل شبكات المجرير على النهر. هيدي مشكله المشاكل وين ما كان، مش بس بعكار يعني، هيدي اكبر مشكله يعني، من مال مشكله صحيه ومال مشكله مي كمان، والانهر ممنوع يعني اقله الانهر كمان حافظ عليها. لقلك رح نشوف مع وزاره الطاقه شو مصير هالطلبين، واكيد ان شاء الله بجاوبكم خير. اهلا وسهلا فيك. اتصال اخر. الو تفضلي. بونجور. بونجور. معك مدام من سكني بعيلوت. عيلوت. عيلوت المنصورية. ايه اهلين. قلنا اكتر من سنة ونص يعني تقريبا شي سنتين منشوف المي بالقطارة نحن عنا. تجي كي يوم اي يوم لا ساعة ونص. وساعة البدون اوقات بالجمعة ما بيدروها يعني، بيكون دارنا وما بيدروها. وما بتفرق معهم حدا. يعني هلأ عم تجي هاي شغلة كتير منيح، بس ساعة ونص ما بتوصل محل. ما يعني ما فيكم تجي ما بتروي ما يعني ما توخذيني بالكلمه، ما بتروي حيوان يعني. ايه. انه كيف عم بي كيف قبلانين هيك ما بعرف. ليكي بدي ارجع شوف تمشي الحال. نعم. كنا عايشين بالقله بس هلا عايشين بالذل يعني. لقلك شغلي بدي ارجع اشوف ليش ما في ضغط مي فوق او ليش عم تنعطي يعني، برجع بسالك ومنتابع. اهلا وسهلا فيكي. بموضوع المي كمان أنا بحب أقول لساحل علمة أنه المشكلة هي مشكلة مضخة المي يلي ما عليها مطر، يعني محطة المي يلي بيشربوا منها ساحل علمة ما عندها مطر، وهلأ في اتصالات يكون في مطر حتى تضخ المي، لأنه بينطر تجي كهرباء الدولة حتى يضخوا المي. هي هي المشكلة فقط لغير، لأنه مش كل محطات التغذية عليها مولدات كهرباء يعني، تلكل يكون عارف من بينهم هالمحطة هيدي. بموضوع راس الدكواني انقطاع المي في قصر المكسور، نحن بلغنا الشركة مبارح وتابعناها اليوم وصار عندهم علم، بتمنى يكون بهالوقت عم بيصلحوا. أما بموضوع كمان مدام صعب يلي اتصلت فينا وقالت عندها كان بير والبير أخذته الدولة، ونحن تابعنا الموضوع، وهيدي مياه بيروت وجبل لبنان، وهي لهلأ من 2001 لهلأ بعد ما استوفت شيء. يمكن راح يتصلوا فيها، نحن عطينا رقمها. وبالوقت ذاته مدام فيك تتوجهي لمكتب المدير العام لمياه بيروت الأستاذ جوزيف نصير، هو بوجهك أو للمالية أو للمحامي. اتصال جديد. ألو. ألو. أهلا. أهلا معك مدام ربيتا. أهلا. أهلا وسهلا. عم بحكيك جوزيف من أطلياس. ايه اهلا وسهلا. بدي احكيك بخصوص شكوى بما في الطريقه اللي انعملت من الاوتوستراد لمالت انطلاس الجوانيه من شي 4 سنين. نعم. هذا الخط بنحب نقول له ترمبه لقصه. نعم. وبتفوت لجوا. نعم. هذا الطريق كانت اساسا طريق عريضه، هلا صفرت انزق زموقه للسيارات. اول شغله لانه السيارات صاروا عم وقفوا يمين شمال من زمان. نعم. كان في اذن ليوقفوا الباصات كمان البوستات، هلا البلديه بالمبدا انه حطت لهم ارمات ومنعتهم. نعم. بس المشكله انه صارت السيارات يمين شمال ومش عم بوقفوا لز حد الرصيف، صار كل واحد بوقف يخلي بومه مرتاح كمان مالت الرصيف. نعم. صاروا يعني بدك تتنقوز من اول الشارع لاخر الشارع. ليك لا انا بعرف المنطقه بس خليني اتاكد منك، محطه الاسو اللي على الطريق الداخلي واللي بتطلع بتوصل على الطريق الفوقانيه هلا بدي اوصلك لهيدي كمان، لان في مشكله ثانيه هناك على التجمع السيارات العمومية اللي عم توقف لهونيك هونيك. ايه. وعم بيكونوا واقفين بطريق بعرض الطريق غير المحلات يعني بتوقف السيارة، صارت السيارة بدها تنطر السيارات اللي نازلة، والسيارة النازلة بدها تنطر السيارات اللي طالعة. اوكي. منطقة كتير صارت مزاجة. نحن امبارح كان معنا رئيس بلدي بس نحن نرجع نحكي نحن ومنشوف كيف تتنظم أكثر، معك حق. يعني لأنه هونيك كمان في مصالح ناس وشي هيك. خلينا نرجع نشوف. عم بتعمل كل يوم عم بتصير في مشاكل يعني من تحت. ان شاء الله خير. اهلا وسهلا فيك مروان فياض، يعطيك العافيه نقيب السائقين العموميين. استاذ مروان نقيب معنا؟ ايه نعم. بعدكم على موقفكم بكره تحرك بموضوع زياده تعرفه السيرفيس من 2000 ل 2500، وهل يحق للنقابات ان تحدد تعرفه دون العوده الى وزاره الاشغال مديريه النقل؟ يعني نحن بداية الإضراب على بكرة إذا قررت 7:30 ببلش التجمع على ساحة الدورة، التجمع الثاني حيكون قدام تلفريك بجوني لمنطقة جوني جبال، التجمع الثالث حيكون مفرق وادي الزيني مفرق شحيم، التجمع الرابع حيكون نعمة. نحن مستمرين بالإضراب والتظاهر لأنه الظاهر هذه الحكومة وهي الدولة ما عم ترد على المواطنين، ما عم ترد على السائقين والعمال، لهالأساس نحن الإضراب على بكرة مكملين فيه على الآخر من بعد
ما رجعنا كل المسؤولين لحديت الان ما حدا عطى موعد، عطى موعد رئيس الحكومه للثلاثة الماضي، ثاني يوم لغى الموعد، لحديت الان لم يعطي اي موعد رئيس الحكومه او وزير النقل او وزير الداخليه او حتى وزير العمل. نحن مستمرين باضراب، نحن نهار الخميس اذا لم تعمل الدوله الى تلبيه مطالب السائقين المهمين، نعمل الى زياده التعرفه اعتبارا من نهار الخميس صباحا، لانه الظاهر بهالدوله ما حتاخذ شيء منا الا ما تقدر تنزل على الشهادات اضربه مثل ما عملوا المعلمين لحتى حصلوا على نائب. سؤال يعني بكره صباحا كل السائقين العموميين مضربين، يعني بكره صباحا الباصات كمان العموميه اللي بتنقل الطلاب وغيره كمان؟ نحن بندعو جميع المدارس لاكثر المدارس. اليوم نحن كنقابي عمي عم ندعي للتظاهر اضراب محقين. نحن اليوم اي شوفير ما عنده ابن بالجامعه ومدارس، ارتفاع اقساط المدارس، ارتفاع اسعار المحروقات، ارتفاع الضمان الاجتماعي والبهدله على ابواب صندوق الوطني للضمان الاجتماعي، السيارات المزوره والسيارات الخصوصيه، يعني مشكله المشاكل اللي طاعتنا لحد الان لم تعمل الدوله الى تلبيه هذه المطالب. اقل شيء اليوم انه تعمل الدوله وزاره الداخليه والقوى الامنيه لتوقيف السيارات المزوره والسيارات الخصوصيه، هذه لا بدها قانون، بدها تطبيق القانون. وين القوى الامنيه ما بتطبق القانون؟ يعني انتم يعني نقيب سؤال، يعني انتم ما بقى عاطين مهله للدوله ابدا؟ يعني ممكن يجي شيء اليوم بعد الظهر بالليل قبل الصباح في شيء؟ انا بشك انه الدوله من هلا للمساء تعطي شيء. احنا متجهين على التظاهر والاضراب، نهار الخميس ارتفاع التعريفه، نحن ما عندنا اي مشكله مع الدوله، الدوله عندها مشكله معنا، تفضل الدوله تعطينا. وكل النقابات مشاركه معكم؟ نحن كنقابي مستله، نحن ما عم نسيس المطالب، انا النقابات الثانيه غير معني فيها وغير لنا علاقه، ما لنا علاقه بتاتا فيهم، كل انسان بيشتغل حسب هواه، نحن كنقابي عمي نعمل كعمال وكسائقين، نبعد السياسه عن مطالب العمال والسائقين. شكرا لك النائب مروان فياض، وبتمنى يصدر شيء عن الحكومه عن وزاره الاشغال والنقل بهذا الموضوع. وعلى كل حال نحن دائما مع حق العامل، ولكن يمكن امام العامل ما في الاعتصام والاضراب، ولكن كفى لبنان يعني شل حركة شل بلد، يعني ما بعرف إذا هالقد بيستحق هاللبناني من معاناة، ما بعرف. اتصال، ألو. إيه نعم تفضل. ألو. إيه أهلا تفضل. مرحبا. مرحبا، معك الحاج عبد الرحمن خالد أبو طلال. أهلا أبو طلال، حكيت معك قبل هالمرة. بأي موضوع أبو طلال تذكرني؟ حكيت معك مشان موضوع النعمة، صرنا 17 سنة ياخدين شقتين هناك والقاضي لا نسكن فيهم ومن حتنا الدولة نسكن فيهم، قال فجأة بتنهار البناية، لا قادرين نأجره ولا نقعد فيه ولا نحط أولادي فيهم، طيب ليش شو اشترينا مكان؟ طيب نحن تغربنا، هاي صار لي 25 سنة برات لبنان، بنزل كل سنة على لبنان بس ما في مطرح نقعد فيه، طيب كل ما في حل أبدا لإلها. كل مرة بحكي معك إذا بتريدي زبطينا الموضوع، شوفي مين المسؤولين عنها، لأنه عيام الرفيع الحريري الله يرحمه ويجعل مسكنه الجنة، قالنا خلص هنعملها سكنة للدرك أو للجيش ونعود عليكم كلكم. وهلا اللي مبسوط أكثر شيء أكثر شيء المبسوط اللي دافع بسيط 2000 3000 دولار، بس نحن دافعين 50 ألف دولار بهديك الأيام. يعني هيدي مشكلة بدنا نشوف كيف بدنا نحلها بطريقة، يعني الدولة داخلي طرف فيها، عرفت كيف؟ خلينا نرجع أبو طلال نشوف شو بيطلع من اتصالاتنا، منشوف لأنه إيه شيء إنه مغترب جاي عنده بناية، طبقان مش قادر يقعد فيه، مش قادر يقعد محل، يمكن بيقعد عند قرايبينه أو بروح بالأوتيل وعنده طبقان ومش قادر يقرب عليهم، كمان هيدي منا مش بدها حل، إذا مش اليوم بكرة بس بدها حل. أهلا وسهلا فيك أبو طلال. اتصال آخر، قطع الخط. ألو. ألو. بمتابعتنا اليوم بموضوع شرطون، نحن اتصلنا برئيس البلدية الأستاذ جوزيف مارون، ومبارح كان الأستاذ مارون على السمع، كان عم بيشوف الحل عنا وانتبه للاتصال اللي ورد من إحدى السيدات وعم بتقول إنه المجارير طايفة بحي بكامله من أول الحي لآخره. فمن بعد ما سمع على الحل عنا توجه مع عمال البلدية برموا شرطون كلها وتفاجأوا، لأنه هن من أيلول يعني منطفين كل الأقنية ومرتبين تا إذا أجا أي شتي أو أي شيء.
بقى اللي صار انه تفاجئوا بالموضوع، ما بين عندهم اي مكان في مجرور فالت، فرجعنا اعطيناهم زودناهم برقم الستة اللي اتصلت فينا، وبعتقد اليوم رح يتصلوا فيها يتأكدوا اكثر من هذا الموضوع. اما بموضوع صورة اليوم نشوفها سوا. هاي الصورة اللي رح نشوفها وصلت من بيير جليل من منطقة بدارو، بيقول بيير فيها مثل ما ملاحظين هالرصيف هيدا شي عالي شي واطي، بيقول هالصور لازم تدخل جينيس لأنه مقابل البنك البي ال سي العدلية، مقابل بيت المحامي بالذات، حتى نمشي يعني الرصيف هو للمشاة ما قادرين، لأنه مثل ما شايفين علو هالرصيف هيدا كله بده طوطاية، وبالوقت ذاته ما بعرف مين هندسه هيك، يعني ما مفهوم رصيف، بعدين نرجع على مثل هيك يعني مش رصيف متساوي. ففي مطالبة اليوم بإعادة النظر بهذا الرصيف. بعطيكم موعد بكرة مشاهدينا أطيب الأمنيات، وبكرة رح ندوي على مشاريع مدينة بيروت مع نائب رئيس البلدية، تابعونا.